بحال اللي كتشوفوا الان حنا متواجدين امام بشاطئ السعوديه قريب عندي امام بشاطئ السعوديه قرب مارينا، ومشينا باش ناخذ صور، ولكن مع الاسف الشديد هناك بعض المسؤولون اللي قالوا لنا ممنوع تصوروا واخا حنا صحفيين. حنا دابا مشينا لواحد القنت شويه بعيد كنعتذر على ضعف الصوره، ورحنا كناخذ صور لهاد الباخره اي البقارب اللي كيتسمى لوف لوف، واللي كيبلغ الطول ديالو 10 امتار او 11 متر، واللي غرق ربما بسبب من الاسباب، ومشاو ضحيه ديالو اربعه ديال الناس، ثلاث رجال ومراه اللي مازال ما بانش، مازال ما عرفوش الجنسيه ديالهم، لان رجال الدرك ما بغاوش يشرحوا لنا بالجنسيه ديالهم، قال لك انا ما عرفناهمش. كما تشوفوا حنا قدام القارب، هنا راهم كيجبدوا القارب. البارح حاولوا البارح يجبدوا ياك اولدي؟ واه البارح حاولوا ولكن ما قدروش يجبدوا، كان البحر كينزل، البحر كاين هايج. إذن حنا هنا مع الأسف الشديد ما عرفناش علاش الدرك ما سمحولناش باش ناخذوا صور، ولكن حنا بطريقة ديالنا الخاصة حنا جينا هنا وكناخذ لكم صور باش نقربوكم أكثر إلى هذا الحديث، لأن هذا الحديث بحال اللي كتشوفوا القارب خرج بجانب الدخلة ديال الميناء. علاش؟ حنا بعض الناس كيقولوا أن الأضواء أنوار الكاشفة ما كانتش مشاعلة، وهناك من يقول أن الدخلة غير صالحة بتاتا في حالة إلا كان هنا. إذن حنا كنقولوا علاش دجال الدرك ما خلاوش الناس ديال الصحافة ياخذوا صور. إذن حنا في مارينا كتشوفوا القارب، غادي نحاولوا نقربوه. هذه الصورة ديال القارب، مع الأسف الشديد نتمنى المسؤولون باش اخرى يحاولوا باش يسهلوا المهمه على الناس ديال الصحافه. وحنا من هذا المنبر كنقولوا للسيد المسؤول على الدرك الملكي اللي هنا موجود، اللي قال لك انا جيت موجوده، اننا خصنا رخصه من السيد وكيل الملك، والصحفي مهني خاصو رخصه باش ياخذ صوره في هذا الميدان. اذا هاد الناس علاش ما خلاوناش ناخذوا صور؟ حنا السؤال المطروح علاش ما خلاوناش باش نديروا تغطيه لهذا الحادث هذا؟